متابعين مشوارنا معكم على هواء اذاعه بانوراما اف ام، دايما مع اجواء برنامج ماني ماترز، وبنسمع كثير عن ارتفاع الرقم القياسي لاسعار العقارات بالربع الاول من العام 2022. حابين ندخل اكثر بالتفاصيل عن هالموضوع، بيحدثنا الدكتور ماجد الركبان، دكتوراه في القياده التنظيميه في القطاع العقاري. اهلا وسهلا فيك دكتور ماجد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فنجيسي، واهلا بمستمعين بانوراما. نتحدث أو منحكي الكثير ومنسمع الكثير عن ارتفاع في أسعار العقارات، شو أسباب هالارتفاعات في سوق العقارات في السعودية؟ هو بلا شك أن تضخم أسعار العقارات يؤثر على الجميع وليس فقط القطاع العقاري. نعم. القطاع العقاري مرتبط بقطاعات كثيرة في الاقتصاد الوطني، عندنا القطاع البناء والتشييد، القطاع الخدمي، القطاع التجاري. تضخم أسعار العقارات يؤثر على الجميع بلا شك، سواء كان بشكل تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف تنفيذ الأعمال، أو ارتفاع تكلفة المساكن وبالتالي صعوبة الحصول على المسكن نتيجة تجاوز قدرات المستفيدين المالية. يؤثر أيضا على المطورين العقاريين نتيجة ارتفاع التكلفة عليهم، فبالتالي يرفع من قيمة المنتج النهائي، هذا راح يقلل من الطلب على هذه المنتجات. التأثير في التضخم السعري للعقارات حقيقة يؤثر على الجميع وليس فقط على القطاع العقاري. اليوم لما بنحكي عن ارتفاع في الأسعار، هل بنحكي عن جميع العقارات؟ يعني بنحكي عن العقار التجاري، العقار السكني، العمائر، لأنه أنا لما دخلت في التوصيف اكتشفت أنه في البعض أحيانا يرتفع البعض ينخفض على حسب بعتقد المعروض والمطلوب. صحيح هذا الكلام، لكني أنا أتحدث بشكل أساسي بشكل عام في قطاع العقارات السكنية. نعم. قطاع العقارات السكنية لأن معظم القروض الآن تتوجه لها. نعم. وهي يعني تسبب ارتفاعها وانخفاضها في التأثر على الأفراد بشكل مباشر. نعم. كيف ممكن معالجة الارتفاع في أسعار العقارات دكتور ماجد؟ حقيقة يعني هذا سؤال جميل. يعني هناك أدوات كثيرة تستخدمها الجهات السعودية، خصوصا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، زي ما سمعنا قبل فترة رسوم أراضي البيضاء في المرحلة الثانية في بعض المناطق في المملكة، ضخ أراضي مجانية في السوق، منتجات عقارية مختلفة. إلا الإشكالية هنا دائما هو الأثر الفعلي لهذه الإجراءات على الحد من تضخم أسعار العقارات. يعني بعض المراقبين يشوف أنه رسوم الأراضي البيضاء منخفضة مقارنة بقيمة الأراضي الحالية. نعم. ممكن يحد من فعالية الأثر اللي يتوقع من رسوم الأراضي البيضاء، فبالتالي لابد من دراسة هذا الأثر مستقبلا، وهل كان إيجابي على السوق أم لا، نحتاج إلى نظر مستقبلي أو حتى التعديل عليه في هذا الخصوص. في المقابل يجب مراقبة المضاربات، عندنا إشكالية أيضا في بعض المناطق في مدن المملكة والمضاربة على الأراضي، يجب تقييدها والنقل الملكية في هذه المناطق التي اشتهرت بوجود المضاربات عليها. رافع معدل الفائدة بالفدرال الأمريكي لتجاوب مع البنك المركزي السعودي مؤخرا بالرافع نتيجة ارتباط الريال بالدولار، نتوقع إن شاء الله أن يكون له أثر إيجابي على تضخم الأسعار في السوق العقاري عندنا وعند غيرنا أيضا من الأسواق. نعم. الأخرى. نعم. هل وقت بتعتبره دكتور ماجد جيد للاستثمار في العقار او لشراء؟ هلا شراء المسكن هيدي ضروري، يعني الواحد بس يتوفر الفلوس بده يشتري، حتى لو مهما يعني البعض يتريث، ولكن هل اليوم افضل التريث ام لا بالنسبه للاسعار؟ حقيقه لا احد يستطيع تنبؤ بمستقبل الاسعار. نعم. بشكل جازم في الوقت الحالي، لعدم مرور وقت كافي على تطبيق الزيادة في معدل الفائدة اللي سمعنا عنها الأيام الماضية، لكن المعطيات عموما تشير إلى تراجع الصفقات العقارية في الشهور القليلة الماضية. عندنا أيضا ملاحظ تراجع عدد القروض العقارية الممنوحة للأفراد من الجهات التمويلية. أضف إلى ذلك متوقع إنهاء عدد المشاريع في الفترة المقبلة. أيضا لاحظنا تراجع في أسعار بعض مواد البناء كالحديد وغيرها. إذا أضيف إلى ذلك استمرار الأخبار عن رفع سعر الفائدة من الفدرال الأمريكي الشهور القادمة، نتوقع بعون الله استقرار الأسعار في مناطق، لكن
تصحيح ملحوظ في مناطق أخرى في الفترة المقبلة. لحظة، ارتفاع أسعار مع كل هالمعطيات هناك ارتفاع أسعار؟ أنا ما قلت ارتفاع أسعار، أنا قلت استقرار أسعار. استقرار أسعار، نعم. استقرار، لا أنا اسمع، أنا بس عم بتوضح إذا قلت استقرار ما سمعت، لأنه تعرف دكتور قد ما عم نسمع ارتفاعات. لا 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 ابدا، لا لا دونت وري، لا ما نحن موجودين لنصوب، بس سو قلت استقرار اسعار، استقرار اسعار وتصحيح ملحوظ في بعض المناطق. نعم، انا قلت ممكن تقول انخفاض مع كل هالمعطيات، يعني الكل بده يسمع انخفاض. نتمنى والله نتمنى. وعموما التصحيح راح يكون في بعض المناطق اللي ارتفعت، نعم، ارتفاعات غير مسبوقه في السنوات الاخيره، وان نعم شاء الله تتيسر الامور جميعا ان شاء الله. يعني اللي جاي استقرار في سوق الاسعار، فاليوم نصيحتك هل يتريث اللي حابب يستملك شوي ام لا؟ النصيحة أنا ما أقدر نعم أعطيها في مكان، نعم، عام، لأنه في إشكالية قانونية. نعم، إحنا نقول إن شاء الله تستقر الأسعار وتتحسن في بعض الأماكن إن شاء الله. نعم، طيب شو توقعاتك لمستقبل الأسعار بعد تخفيض معدل الفائدة؟ يمكن تحدثت بهيدي النقطة حضرتك بمعرض حديثنا. صحيح. يعني رح يصير في مثل ما ذكرت حضرتك تصحيح لبعض الأسعار، لكن ما في نصائح مع الختام. لأني أنصح أنه مراقبة الوضع الحالي، لأن الوضع الحالي يتغير ويتغير بشكل أسبوعي، نلاحظ تغيرات في معدلات الإقراض بالانخفاض، نلاحظ أيضا في انخفاض أيضا في الصفقات العقارية، هذا أمور مبشرة بالخير إن شاء الله. إن شاء الله نشوف أيضا دخول أيضا شركات، عندنا الشركات الكورية والشركات الأجنبية في السوق، هذا أيضا مبشر بالخير إن شاء الله. إحنا مقبلين على خير، لكن ما زالت الأسعار يعني تسبب قلق لشريحة كبيرة من الباحثين عن السكن. طبعا طبعا، يلا إن شاء الله تستقر الأسعار، يعني أتليست استقرار في الأسعار، يعني نحن قادمين إن شاء الله على مرحلة جيدة في المستقبل القريب. بدي أشكرك لوجودك معنا حضرتك. بحب أذكر دكتورة في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري الدكتور ماجد الركبان، أهلا وسهلا فيك على هوا إذاعة بانوراما أف أم. دايما الحديث عن سوق العقارات دكتور ماجد، يعني بده الواحد يكون يعني هيك في تحفظات، لأنه بعرف أنا في ناس بدها تشتري. لا طبعا نحن نتفهم يعني التحفظ، المستمعين كمان، لأنه في مطورين عقاريين، في شقة بدها تنباع، في ناس مقبلة على الشراء، فالواحد أي كلمة محسوبة عليه. فأنا دايما بقول الواحد إذا حاسس هلأ الوقت مناسب يتكل على الله، لأنه دايما في وقت مناسب. فبالتوفيق للجميع وشكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا.